يسولف عن حبوب الفحم انه يستخدمهم ويطردون الغازات ومشاكل البطن. قلت له حلو، ففي ملاحظة جدا مهمة. حبوب الفحم يا جماعة متى تستخدمهم؟ تستخدمهم يعني الحين انت بطنك فاضي، كلت حبوب الفحم، بعد 4 ساعات تاكل. ليش؟ لان حبوب الفحم تمتص الفيتامينات، المعادن، كل شيء بالامعاء تبي تمتصه، كل شيء. فاذا خذيتها مع الوجبه راح تمتص الفيتامينات المعادن مالت الوجبه، وخصوصا اذا كنت تاخذ ادويه راح تمص الادويه، خصوصا اذا تاخذ اي شيء راح يمصه. فشنو راح تسوي انت؟ خذيت حبوب الفحم، انطر 4 ساعات بعدين اكل. عرفت شلون؟ او ان انت تاكل تنطر 4 ساعات الى 3 ساعات بعدين تاخذ حبوب الفحم. هذه نقطه ضروريه جدا ومهم. حبوب الفحم يكون في البيت، احد خذ كلا شيء متسمم او خذت ادويه جرعه زايده بالغلط ما تدرون، فراح ينقذكم وايد حبوب الفحم. ضروري جدا يكون ببيوتكم. اخواني اخواتي، حبوب الفحم في نوعين، في العادي وفي الاكتيفيتد، يعني الفعال. احنا ما نبي العادي، نبي الفعال. نبي العادي ناكل فحم خلاص. خلوني اوريكم شلون تنكتب ووين تنكتب. هذا عندي حبوب فحم كهرباء شاركولين، ها اكتيفيتد. شفت شلون وين مكتوبه؟ هذه هي، عرفتوا؟ اخذوا الاكتيفيتد يا جماعه، لا تاخذوا العادي.